أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الرياضية، والذي بالطبع دائما تتابعونه عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية. أهلا وسهلا بكم جميعا، صباح الخير على زملائي، أيضا صباح الخير على زميلتي المتألقة دائما سندس محمد. سندس صباح الخير. صباحك خير وأمل وتفاؤل، صباحكم مشاهدينا يقين بالله سبحانه وتعالى، صباحنا تفاؤل وسعادة، صباحنا كده ما راح يكتمل إلا بطيب متابعتكم. احنا نطلع فاصل وراجعين.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بمن انضم الينا في صباح الرياضيه، والحين مع اول فقراتنا، لكن نطلع على الفاصل ونرجع. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وقبل لا ندخل على اخبار الصحف بودنا ان نبارك لمحبي وجماهير نادي العين الاماراتي، والذي تأهل للنهائي الأسيوي بطولة دوري أبطال آسيا مساء البارحة بعد تعادله مع شقيقه الجيش القطري بهدفين لمثلهما، وكذلك فوزه في المباراة الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. ألف مبروك للعيناوية، ويستحقون فعلا أنهم وصلوا لهذا الدور بجدارة. أما الأخبار فخبرنا الأول من صحيفة الشرق، وفيه الأمير متعب بن عبد الله يدشن المنشآت الرياضية للحرس الوطني. يرعى وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز اليوم حفل تدشين مجمع المنشآت الرياضية الجديدة لوزارة الحرس الوطني في خشم العام بالرياض. وصممت هذه المنشآت الرياضية وفق أحدث النظم والمعايير الرياضية، ورعي في تشييدها التصاميم الهندسية الحديثة في عالم المنشآت الرياضية، والتي راعت في مجملها أغلب أغلب الألعاب والرياضات الفردية والجماعية، حيث تضم مبنى للتعليم ومبنى للضيافة ومبنى للمعسكرات وصالة رياضية مغلقة وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة ويد وتنس وميدانا للفروسية، إضافة لعيادة طبية متكاملة. وتهدف إدارة الشؤون الرياضية في هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني إلى إعداد الخطط والبرامج العلمية بما يضمن الارتقاء بمستوى منسوبي الحرس الوطني في جانب اللياقة البدنية، وإعداد الكوادر الرياضية اللازمة من مدربين وحكام وفنيين تدريبا وتأهيلا وإشرافا. ألف مبروك، يستحقون أبناء الحرس الوطني هذه المنشآت التي صممت على أعلى طراز وبأحدث التقنيات والنظم. ومن الشرق أيضا، سلمان الفرج يثير مخاوف الهلاليين. زاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد من مخاوف الجماهير الهلالية بشأن مستقبل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، بعدما كشف عن عدم حسم تجديد عقد اللاعب حتى الآن. وأوضح الأمير نواف بن سعد في تصريحاته الإعلامية أن إدارة الهلال قدمت لسلمان الفرج العرض الأقصى المسموح به من لجنة الاحتراف، لكن اللاعب لم يحسم أمره حتى الآن، كاشفا عن أنه تم تقديم عرض مالي جيد للاعب ولنادي الهلال من قبل نادي الجزيرة الإماراتي، ولكن النادي الإماراتي تراجع في اللحظات الأخيرة. جميل، يعني سلمان الفرج من اللاعبين المبدعين في الملاعب السعودية وفي كرة القدم السعودية، وهو بلا شك مطلب للجماهير الهلالية. واعتقد انه يعني ما في مخاوف، هذا يعني زمن الاحتراف. اللاعب ممكن يكون اليوم في الهلال، بكره في النصر، بعده في الاتحاد والاهلي، وكذلك وحتى وان خرج لمنطقه الخليج او حتى للدوري الاوروبي، فاللاعب السعودي هو مطلب للجميع. وبالتوفيق ان شاء الله لسلمان الفرج وزملاء اللاعبين، الاهم عندنا المنتخب السعودي باذن الله، واستمرار سلمان الفرج على المستويات الجيدة التي قدمها سواء مع نادي الهلال أو حتى مع المنتخب السعودي. من صحيفة عكاظ، وفي النصراويين الوعد الدرة والأهلاويين يذكرونهم بالسورة. أشعلت جماهير فريقي النصر والأهلي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين قبل لقاء الكلاسيكو الذي سيجمعهما في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة السادسة من دوري جميل للمحترفين. إذ أشعل تصريح رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام الوحدة في الجولة الماضية المواجهة المرتقبة، بعد تشبيه مباراة الأهلي بالوحدة، وإن استعداد فريقه لها لا يختلف كثيرا عنها. الأمر الذي دفع بجماهير النصر لإطلاق وسم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان الوعد الجمعة في الدرة، ومؤكدين على ذلك بوجود تيفو في مدرجات الملاعب ليكون كرنفالا في داخل الملعب وخارجه، وفي إشارة منها لتحدي أنصار الفريق الأخضر ولاعبيه الذين بدورهم كان لهم الرد عبر تويتر بأن تفوقهم على النصر في السنوات الماضية سيستمر، مشيرين إلى أن السومة ستكون له الكلمة الكبرى كما تعودوا في كل مباراة. احنا بدورنا نقول بالتوفيق للفريقين. مباريات يعني خلال هذه الجولة السادسة
مباريات يعني حماسية وتنافسية، خصوصا مباراة النصر والأهلي وأيضا مباراة الشباب والاتحاد. إذا ما يعني علمنا أنه جميع هذه الفرق تتنافس على المقدمة بالتوفيق إن شاء الله، ونشاهد مباريات ومستويات ترتقي بالمستوى وبالضخم الهائل من يعني الشوء اللي عامله الدوري السعودي. بإذن الله نشوف مباريات جيدة إن شاء الله. ومن عكاظ أيضا تركي بن خالد يدخل سباق المرشحين لرئاسة الاتحاد. علمت عكاظ من مصادرها الخاصة أنه من المتوقع أن يتقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وعضو شرف نادي النصر الأمير تركي بن خالد بترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم للفترة القادمة التي ستعقد في 20 من ديسمبر القادم، خلفا للرئيس الحالي أحمد عيد والذي تنتهي ولايته بنهاية السنة الحالية 2016. وتشير المصادر إلى أن الأمير تركي بن خالد استجاب لضغوطات كبيرة من متطلبات أعضاء ومسؤولي الأندية، إذ يتوقع أن يحدد الأمير تركي بن خالد موعدا لإعلان ذلك بعدما يكشف اتحاد الكرة آلية الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية الاتحادية للاتحاد والمقرر خلال انعقادها 31 الشهر الجاري. جميل، بالتوفيق إن شاء الله الأمير تركي بن خالد، وهو أيضا قدرة إدارية كبيرة، يحظى بخبرة كبيرة أيضا على المستوى الإداري، وهو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وسبق له أن أشرف على المنتخب السعودي وحقق إنجازات مع المنتخب السعودي، وهو بلا شك جدير على أن يكون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. بالتوفيق لجميع المرشحين. الخبر أيضا القادسية يرفض الاستئناف وبعد غيش يطالب بنقاط الباطن. زادت حدة الخلافات بين نادي القادسية ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ أعلن رئيس النادي معدي الهاجري في عدم رفع إدارته خطاب استئناف للأمانة العامة في اتحاد الكرة على قرار لجنة الانضباط بتغريم نائبه والمشرف العام على الفريق عبد الله بدغيش ب20,000 ريال وحرمانه 4 مباريات رسمية من مرافقة الفريق بسبب تقرير حكم مباراة القادسية والهلال في دوري جميل. ورفع القدساويين شعارا جديدا يتضمن عدم المطالبة بتمديد فترة الاتحاد الحالي، إذ قال المنسق الإعلامي للقادسية محمد العتيبي سئمنا من اتحاد يدار ولا يدير. وعلى الصعيد الميداني لم يتأكد الجهاز الفني للفريق القدساوي من إمكانية الزج بحارس المرمى فيصل مسرحي في مباراة الباطن التي تقام يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة 6 من دوري جميل، إذ يعاني من كدمة قوية في الساق اليمنى تعرض لها قبل المباراة الأخيرة أمام الأهلي، في حين سيعود المدافع محمد خبراني للعب في لقاء الباطن بعد غيابه عن لقاء الأهلي للإيقاف. عموما احنا يجب أن نوقف هذه الخلافات سواء بين الأندية والاتحاد السعودي بشان المنتخب ومشاركة المنتخب في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018. يجب أن نوقف هذه المخالفات والمهاترات التي لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر. فعلا صحيح. وفي خبرنا الأخير لليوم، غرفة الأحساء والخطوط الحديدية تبحثان معوقات نقل السكة. كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية يوسف العبدان أن نسبة الإنجاز في المشروع تحويل مسار نقل سكة الحديد في الأحساء بلغت حوالي 76%، وأنه من المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2017 في ظل الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لإنهاء جميع المعوقات إذا ما وجدت. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف الأمين العام لغرفة الأحساء عبد الله النشوان. صباح الخير مهندس عبد الله. يا صباح النور، اهلا وسهلا. سعيدين بتواصلك معنا، ودنا يعني بداية كيف يمكن لأبناء الأحساء الاستفادة من تغيير مسار سكة الحديد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا شاكر ومقدر يعني الاستضافة اليوم في هذا الموضوع الذي يهم الحقيقة الكثير من سكان منطقة الأحساء. المشروع مثل ما ذكرت الأخت يعني هو بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكة الحديد يعني له سنوات طويلة، ومر بدراسات إلى أن يعني رسي المشروع على المقاول، ونحن نشكر يعني المؤسسة العامة للسكة الحديد على تجاوبها. ولكن المشروع السكة يعني تمر وسط المدينة الأحساء والمبرد مدينتين، واصبح في ظل يعني اصبح نقله شيء يعني جوهري.
المشروع يعني أخذ سنوات طويلة من الدراسة وسنوات طويلة أيضا من التنفيذ، ونأمل إن شاء الله نأمل إحنا بالتنسيق قرارات الأساس نفق بين الجهات المعنية أن يتم نقل السكة إن شاء الله. أنا سعيد أني سمعت أنه بنهاية عام 2017 سيتم نقل السكة، وأأمل لأن أعرف أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المقاول وأيضا تواجه السكة في نقل هذا المشروع الحيوي. جميل، بما أنك ذكرت أنها سنوات من الدراسات وسنوات من عشان يعني قبل ما ينجز هذا المشروع الضخم، خلينا نتكلم أكثر عن ما أبرز الصعوبات والمعوقات اللي تصادف فعليا المشروع حاليا. والله في مرحلة الدراسات المشروع يعني هو نقل السكة غرب محافظة الأحساء، ويمر بمنطقة مكتظة هي منطقة امتياز أرامكو، وأيضا هناك أيضا منطقة تحت للحرس الوطني. فمرور السكة بمنطقة تابعة للحرس الوطني وأيضا بمنطقة امتياز أرامكو وأنابيب البترول أوجد الكثير من الصعوبات، أوجد الكثير من الصعوبات، ولكن شركة أرامكو وتعاونها وأيضا تعاون يعني وزارة الحرس الوطني ذلل الكثير من الصعوبات، ولكن طبعا يعني تبقى هناك الكثير من النقاط بمرور السكة على مثلا بعض أنابيب البترول وغيرها. فإحنا نقدر هذه الصعوبات، ولكن نحن يعني المشروع في مراحله الأخيرة، فنأمل أنه يعني يتم إنجازه مثل ما ذكرت السكة في نهاية 2017. إحنا شاكرين ومقدرين للسكة اللي خدمت منطقة الأحساء لسنوات طويلة الجهود اللي تبذلها. جميل أستاذ عبد الله، يعني هناك تذمر بعض الساكنين لمحافظة الأحساء من المسار الجديد، مسار سكة الحديد، أنتم كيف تتعاملون مع هذه التذمرات؟ هو المسار الجديد ليس عليه تذمر، تذمر من المسار الحالي. المسار الجديد طبعا هو غرب المحافظة، والمحطة ستبقى في مكانها، يعني لن يتغير مكان المحطة، فقط سيتغير مكان الخط. والمشروع نال كثير من الدراسات قبل أن يعتمد يعني، وأعتقد أنه اعتماد المشروع أحد المشروعات الحيوية اللي رصدت لها مئات الملايين من الريالات. جميل، فأعتقد أنه بيؤدي خدمة كبيرة حال نقله إلى غرب مدينة. جميل، أنت ذكرت أنه في حال نقله هو راح يقدم خدمات كبيرة، لو نتكلم عن المناطق اللي حيخدمها هذا المشروع. والله النقطة الأساسية الآن هو في الاختناقات المرورية بمرور يعني قطارات البضائع وأيضا الركاب، لأنه يمر في وسط المدينة فيسبب اختناقات مرورية كبيرة جدا جدا. نقل السكة سيفتح هذه المناطق وهذه الحارات، وسيكون يعني يقدم خدمة كبيرة. الدراسات يعني اللي أجريت لهذا المشروع أثبتت أنه يعني بيفتح المدينة، مدينة الهفوف ومدينة المغرز، وبيكون هناك تطور كبير في هذه المنطقة حل نقل السكة. جميل أستاذ عبد الله نشوان، يعني إحنا نعلم أن هناك اتجاهين، اتجاه باتجاه الدمام واتجاه باتجاه الرياض، هو المشكلة في أي اتجاه؟ لا هو سواء في اتجاه من الدمام أو من الرياض، السكة تمر في وسط منطقة محافظة الأحساء. نعم، نقل غرب المحافظة يعني بيؤدي إلى الكثير من إلقاء الكثير من العوائق اللي الآن قائمة نتيجة لمروره في وسط المدينة وعدم وجود جسور أو أنفاق تمر في هذا القطاع. طيب على صعيد الاجتماعات، أنتم عقدتوا عدة اجتماعات يعني، والاجتماع الأخير أتوقع فيه بعض القرارات صدرت، تطلعنا على هذا الاجتماع. وإحنا من بداية المشروع وإحنا غرفة الأحساء ليست جهة منفذة. نعم، أو مخططة أو مالكة، إحنا يعني نلعب دور المنسق بين الجهات المعنية. صحيح، أو نساعد في التسريع في هذه بالدفع ببعض الموضوعات، أسوة بما حدث في مطار الأحساء. نعم، من تحويل إلى مطار، من مطار محلي إلى مطار إقليمي. صحيح، كانت هناك الكثير من العقبات، تعرف أحيانا عقبات بيروقراطية وأحيانا عقبات تنسيقية بين الجهات. نعم، نحاول نلعب هذا الدور لما يخدم المنطقة. جميل. الأمين العام لغرفة الأحساء عبد الله النشوان، شكرا لك على هذه المداخلة، ونتمنى فعلا أنها يعني ينتهي العقوبات هذه كلها أو الصعوبات كلها وتنتهي، ويصير فعلا جاهز السكة هذه 2017 إن شاء الله بإذن الله. وأنا شاكر مقدم. شكرا لك أستاذ عبد الله، يعطيك العافية، وأنتم محظوظين في الأحساء بهذه السكة. شكرا لك. الله يجزاك خير. أكيد سكان محافظة الأحساء محظوظين بهذه السكة فعلا ما شاء الله عليهم، يعني
سواء كانت للركاب او حتى للبضائع ساكنيها نفسهم. بكذا يعني انهينا اخبار الصحف، الان راح نطلع فاصل ومع سلمان الشهر.
لشعبه عز الكرامة، يريد لأرضه أمنا وسعدا، يريد لشعبه عز الكرامة. وإن عاد فتعسا للأعادي، أشد نوائب الدهر انتقاما. وإن عاد فتعسا للأعادي، أشد حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية قبل عدة أيام مشاركتها في الجامبوري العالمي 59 على الهواء، وذلك بهدف التعريف برؤية 2030 ودور العمل التطوعي في إنجازها. اليوم راح نسلط الضوء على هذه الجمعية، وكذلك على أنا مقلقني من الصباح موضوع الجامبوري هذا لازم أعرفه. طبعا راح يكون معنا ويسرنا ان يكون معنا القائد الدولي وليد الشويهين، وهو عضو مفوضيه الاعلام في جمعيه الكشافه. وليد يسعد صباحك. يسعد صباحك، الله يحييك، ان شاء الله راح تعرف. حياك الله. يعني صباحنا اليوم مليء بالمعلومات والمفاجات زي بندر. انا نفس الموضوع الجمبوري هذا، نبغى نعرف اكثر احنا ومشاهدينا انه كيف بدا وايش هو بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، وش اشكر لكم الاستضافه. الجمبوري العالمي طبعا هو جزئين، جوتا وجوتي. طبعا هي اختصارات، طبعا جوتا اختصارات الى كلمه معينه، ايضا نفس الشيء جوتي. جوتا هو هواة الاتصال اللاسلكي. جميل. وجوتا طبعا الاتصال اللاسلكي كان في السابق قبل الانترنت، كان الناس تتصل باللاسلكي عن طريق شفرات مورس. نعم. بعد ظهور الانترنت ظهر عندنا جوتي اللي هو الاتصال عن طريق الانترنت الدردشه. فكرة الجمبوري العالمي طبعا هذا أحد البرامج الرئيسية للمنظمة الكشفية العالمية، يقام في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام. جميل. لمدة يومين، يعني جميع يوصل عدد المشاركين إلى 1,000,000 كشاف من جميع أنحاء العالم. السنة من 150 دولة تم مشاركتهم. هي الفكرة فكرة تواصل أشخاص، تبادل خبرات، معارف، نقل أخبار، اللي هي أيضا تسليط الضوء على البرامج التطوعية اللي تقوم فيها الكشاف، اللي هي أساس العمل فيها الكشاف. نعم. العمل التطوعي. نعم. هذه فكرة الجمبوري. طيب المليون يكونون في لحظة واحدة مثلا متواصلين مع بعض، ولا يكون هي على مدار يومين؟ على مدار يومين. طبعا انت حسب بالنسبه للغات، اختلاف اللغه واختلاف جميل اختلاف اللغات. طبعا في طبعا جميع الدول المشاركه، في منهم من له اصدقاء يتحدثون بلغات اخرى مثل الانجليزيه او ما شابه ذلك، او تحصل اصدقاء في الدول العربيه او الخليج العربي يلتقون خلال هاليومين هذه، يتبادلون الخبرات، يتبادلون المعارف، يتبادلون الاخبار وهكذا. تقصد في غرف، بعد اذنك سندس، تقصد في غرف صوتيه صحيح؟ اي نعم، مش غرف صوتيه. نعم. لا هي طبعا خلينا نحاول نوصل الفكره للمشاهد. نعم. الجوتي طبعا عن طريق محطات، لازم محطه. اللي هو الجوتا اللي هي الاتصال اللاسلكي، لازم وجود محطه. طبعا في السعوديه عندنا موجوده محطه في جمعيه الكشافه العربيه السعوديه في الرياض. نعم. اما بالنسبه للجوتي اللي هي الاتصال عن طريق الانترنت، استخدام الانترنت ممكن شخص حتى من بيتك، حتى من جوالك ممكن تشارك. نعم. تدخل على الموقع، يعني. اي نعم، وتحصل اللي موجودين الاونلاين من جميع انحاء العالم. ممكن اشخاص تعرفهم، ممكن اشخاص جديده تتعرف عليهم وهكذا. طيب جميل، يعني بما انك ذكرت انه الليمت مفتوح في التسجيل يعني من جميع انحاء، كيف الاليه بحيث اني انا اقدر اسجل واستفيد؟ يعني ممكن كل شخص يجي وعنده 1,000,000 سؤال، وكل شخص يجي وعنده رؤيه مختلفه واهداف، كيف احنا ندمجها؟ مين البوس اللي ماسك هذا كله، او مين القائد اللي موجود؟ طبعا الجهات المنظمه هي الجمعيات الكشفيه في كل دوله.
وايضا الاشخاص اللي يدخلون دائما اشخاص معروفين على فكره. يعني بعد طبعا هذا برنامج عالمي، يعني حتى بعد ما ينتهي البرنامج تدخل على الموقع وتطلع لك شهاده انك شاركت في الجمبوري، وشهاده معتمده من منظمه الكشافه العالميه. جميل. طيب ايش اللي طلعتوه في خلال هاليومين في الاسبوع الثالث؟ والله أشياء كثيرة، يعني مثلها نقل البرامج أو الخبرات أو الأعمال التطوعية اللي قامت فيها الكشافة السعودية خلال فترة سنة طبعا إلى ما قبل الجمبوري السابق إلى العالم. يعني على سبيل المثال أعمال الحج، الكشافة مشاركة بأكثر من 4500 كشاف. نعم. تم إيصال أكثر من 90,000 حاج تائه. أيضا الأعمال الجليلة تقدمها الكشاف للمجتمع. كل هذه اللي أنتم وصلتوها للعالم، إنه إحنا الكشافين السعوديين شاركنا في استقبال ضيوف الرحمن، ومشاركتنا في الحج كانت كالتالي. نعم طبعا هي هذا من ضمن الأشياء اللي يتم توصيله للعالم. انت تتكلم اللي يقومون بالاتصال ليس شخص، مجموعه اشخاص واعمار مختلفه ومن مناطق مختلفه. يعني تخيل كل مكان في المملكه تحصل مجموعه من الكشاف يتواصلون مع كشافين اخرين في دول اخرى. من الكشافه والعمل التطوعي يعني جملتين مرتبطه او كلمتين مرتبطه كثير في بعض، لكن قاعدين نشوف انه موضوع الكشافه شويه اقل انتشار رغم انه جهودهم يعني كبيره. دائما نلاقيهم مثلا في موسم الحج في مواسم معينه، بينما العمل التطوعي يعني على طول موجود في اي مكان. ليش؟ وش الاسباب؟ اساس العمل التطوعي الكشاف على فكره، يعني الكشاف من تأسست عام 1907 على يد اللورد بادن باول. هي حركة تطوعية تبدأ من الصغر، يعني حتى لها أهداف ولها قوانين ولها مراحل. يعني على سبيل المثال تبدأ من عندنا مرحلة البراعم من 3 سنوات إلى 7 سنوات، لها شعار اللي هو التعلم باللعب. تجي بعدها مرحلة الأشبال، تجي بعدها مرحلة الكشاف المتقدم في الجوال، حتى إذا وصل قائد أيضا يمر بمراحل تأهيلية، منها شعار الخشب اللي هي دراسة تأهيلية تأسيسية المتقدمة، بعدين يقدم بحث أساس يحصل على الشعار الخشبية، بعدين يأخذ مساعد مفوض، بعدين مفوض اللي هو الشعار الدولية، حتى إذا انتهى من العمل في مرحلة تسمى مرحلة الرواد، ولذلك الكشافة لا يتقاعدون. جميل. طيب أنا ودي أعرف انطباعات العالم لما شاركتوا أنتم في الجمبوري العالمي 59 وعلى الهواء، ويعني سردتوا النشاطات اللي عندكم أنتم جمعية الكشافة السعودية، إيش كان انطباع العالم؟ انطباع العالم انطباع رائع، ولا سيما ان السعوديه اطلقت مبادره اسمها رسل السلام، وهذه اطلقها الملك عبد الله الله يرحمه في عام 2011 الله يرحمه بالاتفاق مع ملك السويد. نعم صحيح. كارل جوستاف اللي هو يعتبر اللي هو رئيس الصندوق الكشفي التمويلي. الرسالة هذه رسل السلام هذا نبي نوصل رسالة للعالم لثقافة الحوار للتعايش، لأن الحوار هو أساس التعايش. ولذلك الكشافة واصلة، الكشافة السعودية وصلت إلى العالمية ببرامجها وفعالياتها ومناشطها المختلفة. جميل أنك تتكلم عن رسل السلام. أنا ودي يعني أنتم ككشافين سعوديين أو الجمعية السعودية للكشافة، كيف أخذت هذه البادرة اللي هو رسل السلام؟ طبقتوا شيء؟ طورتوا منها؟ قدمتوا شيء للمجتمع سواء الداخلي الخارجي؟ نعم، الكشافة عندها برامج كثيرة في خدمة وتنمية المجتمع، وممكن هي الركيزة الأساسية لعمل الكشافة. طبعا احنا ذكرنا الحج على سبيل المثال، المشروع الوطني لحماية البيئة ونظافتها، هذا مشروع الآن راح تنطلق إن شاء الله قريبا المرحلة السابعة، كل سنة تقام في منطقة.
الاحتفال باليوم الوطني، فعاليات مختلفة، أيضا البرامج الصيانة التطوعية لمنازل أسر الفقراء، الاستفادة من مخرجات كشاف جوات المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني على أعمال السباكة والنجارة والتكييف والتبريد والكهرباء، أيضا أعمال تطوعية في الأماكن العامة، في المساجد، في أماكن كثيرة. أيضا موجود برنامج اسمه السلال الغذائية، السلال الغذائية أيضا الكشافة تساهم في توصيل هذه السلال للأسر المستفيدة. أيضا من البرامج الصيانة التطوعية على الطرق، أيضا الكشافة تساعد، طبعا هذه يمكن مخصصة في أيام الحج أكثر، تساعد السيارات المتعطلة على الطرق، وبرامج كثيرة 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 تطوعية لا تحصى، لأن أساس الحركة كشفية حركة تطوعية. يعني نقول ما شاء الله برامج متشعبة، لكن أكيد هذه البرامج إلا ما تواجهها صعوبات أو معوقات، كيف تتحدوا هذه المعوقات؟ والله إذا قلنا أن الحركة الكشفية حركة تطوعية، معنى أنها نابعة من الذات، ومعنى نابعة من الذات معنى أن الشخص اللي بيلتحق فيها بيلتحق أساس حب الخير وخدمة تنمية المجتمع، ما أعتقد أن فيه صعوبات كثيرة، وإن كان فيه سهل التغلب عليها، لأن الشخص رايح الحركة الكشفية من ذاته حركة تطوعية بدون أي مقابل. طيب جميل، أكثر الأنشطة اللي تهتم فيها الكشافة السعودية إيش هي؟ طبعا الكشافة السعودية تهتم في مناشط كثيرة بما يحبها الشباب. تغيرت الآن ثقافات الشباب ورغباتهم، بدأت تتوجه إلى ما يرغبونها الشباب، مثلا الرحلات، المعسكرات، البرامج التطويرية، برامج الرياضية، أشياء كثيرة اللي تنمي قدرات الشباب. بما أنك تحدثت عن تنمية القدرات في الشباب، خلينا نتكلم عن كيف نأهل إحنا الشباب، كيف مثلا نطورهم سنة عن سنة، خاصة اللي انضموا للكشافة. طبعا هي خلنا نأخذ من القاعدة في الأساس، يعني أهم حاجة أن الشخص اللي بيجي الحركة الكشفية هل هو راغب يطور نفسه ولا لا. طبعا أكيد للبيت دور، الأسرة أو تحصلين عند أحد من أخوانه. تسمح لي بس الحين الصورة اللي قاعدين نشوفها الآن أمامنا، نعم، هذا إيش دخل الكشافة في 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 شغلة النجارة أو تركيب؟ هذا من البرامج اللي تكلمنا عنها، اللي هي البرامج الصيانة التطوعية لصيانة منازل الأسر المستفيدة من جمعيات البر. طبعا البرنامج هذا في الحسا صار، اللي هو نفذته الكلية التقنية بالتعاون أو الشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي الثالث، نعم، ومركز بر الصالحية. هذا أيضا منزل آخر، هذا يعملون أعمال السباكة. بس هل المشاركين هم الكشافة؟ هم الكشافة، هم طبعا هم طلاب في الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية، نعم، اجمعوا بين المهنة وحب الحركة الكشفية. جميل، إذن يطوعون قدراتهم ويطوعون مهاراتهم. لا معليش، أنا ودي أفهم المشاهد شيء، هل مثلا هم كأعضاء في الكشافة عملوا في العمل التطوعي اللي قاعدين نشوفه الآن أمام المشاهدين، ولا أنتم كجمعية سعودية الكشافة شاركتوا مع الكلية التقنية والمعهد التدريب بهذا المشروع؟ هي الجمعية الكشافة هي مظلة الكشافة في المملكة كلها، تحتها وزارة التعليم، تحتها الجامعات، تحت المؤسسة العامة للتدريب التقني، قطاعات كثيرة، ولذلك هذه تعد أحد البرامج الكشفية اللي تحت مظلة الجمعية. جميل جميل، قاعدين نشوف هذا هذا الجمبوري. طبعا هذا أحد الكشافة يتواصل مع أحد الكشافين في الخارج. طبعا هذا جوتي، هذا اللي هو عن الإنترنت، عن طريق الإنترنت. هذا أيضا من الخدمات اللي قدمها الكشافة في الحج. هذا نذكر هذا كان حاج وصل عند معسكرنا في مكة في العزيزية وأغمى عليه. عندنا طبعا فريق طبي متخصص. جميل، يعني حسب الاحتياج والمكان توفروا انتم الامكانيات. جهود جبارة بصراحة، يشكرون عليها. طبعا هذا الاستاذ الدكتور عبد الله الفهد، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، طبعا يقدم خدمات في الحج. طبعا هذا في عرفة،
هذا في مستشفى عرفة العام. نعم. يقدم نقدم خدمات طبية، طبعا مش احنا نقدم، احنا الان نساعد وزارة الصحة في تقديم صحيح. الخدمات. جميل. طيب خلي اسألك، الكشافة السعودية يعني الى اين وصلت في ظل الاهتمام الدائم اللي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وايضا دعم بعض الجهات المعنية بهذا الامر؟ لله الحمد، الكشافة السعودية تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد وولي عهده، وأيضا رئيس جمعية الكشافة السعودية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وأيضا متابعة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبد الله الفهد، وصلت إلى العالمية، وصلت ببرامجها وفعالياتها ومناشطها، وأيضا حتى الجودة في أعمالها التطوعية. جميل. لو نسأل عن موضوع يعني يمكن يكون تنظيمي أكثر، قاعد أشوف أنا اليونيفورم يوم مختلف الوشاح، شيء أورنج شيء أخضر شيء رمادي زي كذا، هل هي مناصب مراتب أو نقول تنظيم أكثر يعني؟ أول شيء هذا اسمه نسميه إحنا في الكشافة منديل، منديل كشفي. هي الألوان طبعا كل مناسبة لها لون أو كل مناسبة لها منديل بمعنى أصح، بحيث نشارك في الحج تحصلين الأخضر مكتوب عليه حج 437، مناسبة ثانية مثلا خدمة مجتمع، وكل مناسبة لها منديل بحيث أنه يعني هي الذكرى للمناسبة اللي تشارك فيها. يعني مو على حسب مثلا منصب الرواد مدري لا للمرتبة، هي طبعا نتكلم هنا عن الشارات اللي هي الخشبات. أيه. هذه هذه المراتب، هذه المراتب في القيادة، يعني هي تبدأ بخشبتين. هذا سمى الشارة الخشبية وتسمى. نعم. له قائد اجتاز يعني المراحل التأهيلية الأولية، والآن يبدأ في المراحل التأهيلية العليا. بدأت تكون ثلاث خشبات، يكون مساعد مفوض أو يسمى قائد أهلي، بعدها اللي هي أربع خشبات اللي هو يسمى مفوض أو قائد دولي. طيب جميل، أنت الحين وصلت لمرحلة القائد الدولي وأيضا عضو المفوضية للإعلام في جمعية الكشافة السعودية، إذا تكلمت على مستوى شخصي وليد شويهين، متى التحق بالكشافة؟ كيف تدرج إلى أن وصل هذا المستوى؟ التحق بالكشافة عام 1407 تقريبا في المرحلة الابتدائية، وبعدها يعني بديت في الكشافة في عن طريق النادي، نادي الجيل. طبعا الان انا نائب رئيس نادي الجيل، هذا يعني الكشافه ترى لها دور كبير في صقل شخصيتي. نعم. ولبس انا وكثير من الناس الكشافه لها دور كبير في صقل شخصيه الشباب. نعم صحيح، ممكن إيه تحويل الى قائد. اي نعم، يعني انا اذكر مدير مكتب رعايه الشباب السابق سيد يوسف الخميس حط ورقه في مكتبه في خلفه كاتب وليد الشويهين من كشاف الى نائب رئيس نادي. نعم. هذه يعني من الذكريات. طبعا بعدها طبعا في الثانوية التحقنا بالكشاف المتقدم، بعدها في الكلية إلى الجوالة، بعدها مرحلة القيادة، ولله الحمد تخصصت أنا في خدمة تنمية المجتمع طبعا مع زملائنا في المؤسسة العامة للتدريب التقني ومع الجمعية ومع الكلية، قدمنا برامج كثيرة، نحرص كثير ان احنا نقدم برامجنا يعني مخصصه للمجتمع يعني بشكل مباشر، نبعد عن النمطيه، نبعد عن التكلف، نحاول نوصل للناس، نظهر برامجنا للناس. خلينا نتكلم عن بناء شخصيه كشافيه، خاصه في ظل انه دحين في كثير من الشباب عندهم الموهبه لكنهم ضايعين، ما هم عارفين هم فين يتوجهوا، هل انتم عندكم مثلا دورات معينه او امور تمر مدارس او امور تعليميه مثلا بحيث انكم تكتشفوا طلاب؟ نعم، طبعا كثير من المدارس فيها فرق كشفيه، وايضا كثير من الجامعات فيها عشائر جواله، واللي مش ملتحق مع هذا او مع هذا ممكن يلتحق مع كشافه الهيئه العامه للرياضه. في يقدمون دورات تطويريه في مجالات كثيره، سواء الحاسب الالي، تطوير الذات، الان مثلا ضمن المشاريع اللي راح تقدمها الجمعيه له مشروع مشاريع اداره المشاريع الصغيره،
وهذه أيضا مهمة حتى للشباب، وأيضا من ضمن المشاريع أيضا إن شاء الله راح تقدم السنة من ضمن خطة الجمعية اللي هي عن الأسر المنتجة، تسويق الأسر المنتجة من خلال الكشافة. يعني أنتم ما شاء الله عليكم فعلا، يعني أنتم دمجتوا العمل الكشفي بأدواركم حتى في الأعمال التطوعية. لكن أنا مبسوط فيك أستاذ وليد. تسلم. يعني بعض أعضاء مجلس إدارات الأندية، وأنت الآن نائب رئيس نادي الجيل، نادي الجيل نادي معروف ويعني في الدرجة الأولى، لهم برستيج خاص. يعني أنت ما شاء الله عليك رجل متواضع ولابس لبس الكشافة وأنت نائب رئيس نادي، يعني ايش اللي خلاك يعني تتجه لهذا يعني الوضع؟ بس اول شيء خليني اقول لك شغله، ترى انا نائب رئيس نادي، ترى حتى العمل في الانديه عمل تطوعي ولذلك هي استمرار ترى الحركه الكشفيه يعني والحمد لله. طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ان الله سخرنا ان احنا نخدم الناس. ومثل ما قلت لك يعني انا شخصيا الكشافه اثرت في حياتي كثير يعني في صقل شخصيتي، وهذا الدليل انك اليوم لابس لبس الكشافه، ولا تقدر تجي تلبس وتجي كانك نائب رئيس نادي الجيل؟ بالعكس انا افتخر بال، انا اتوقع انك انتمائك للكشافه اكثر من انتمائك لنادي الجيل. لا لا لا، يمشون بخط متوازي مع بعض، حب النادي طبعا شيء لا يوصف. وصولك للمرحله استاذ وليد، وصولك للمرحله انك تكون نائب رئيس نادي، ما خلاك تتخلى عن الكشافة بشكل عام؟ لا، لأن الكشافة جزء من حياتي. يا سلام عليك. جزء من حياتي، جزء كبير من حياتي، لأن فيه خدمة مباشرة للمجتمع. وأيضا النادي أيضا الجزء الآخر من حياتي، أيضا خدمة للمجتمع. النادي جايين عليه، أصبر لا تسأل. أي نعم. في طبعا انا تميت فتره قائد فرقه النادي يعني الكشافه، وايضا وصلت المشرف في نشاط اجتماعي في النادي، وطبعا وبعدها الحمد لله. جميل، بما انه الكشافه جزء كبير من حياتك وهو الجزء يعني اللي صقل فعلا شخصيتك وخلاك في مناصب اخرى في قيادات اخرى، خلينا نتكلم عن موضوع القادم باذن الله. بالنسبه للكشافه ما شاء الله حصلت على هذه الخشب يعني المراتب، ايش اللي بعد المرتبه اللي انت الان عليها؟ طبعا هي كتاهيل كشفي، تعتبر هذه اخر مرحله في التاهيل الكشفي، يتبقى اللي هي الدورة التخصصية، يعني مثلا دراسة مدرسة أخصائي تدريب، الحمد لله حصلت عليها من 3 سنوات من المنظمة العربية اللي هي كمدرب معتمد عربي. تبقى هذه يعني دراسة تخصصية وليس تأهيلية، أما التأهيلية هي شارة المفوض وشارة الدولية، تعتبر أعلى درجة، أعلى درجة في الحركة الكشفية. جميل، طيب خلينا نغلق ملف الكشافه ونتجه للنادي الجيل. ما الذي يحصل في نادي الجيل؟ طب انا الحين بالبدله ولا البس الثوب؟ لا لا، انت اكيد انك انتمائك كبير للكشافه وتحب الكشافه فعلا، ولكنك ايضا تملك صفه نائب الرئيس. نعم، اول شيء نحمد الله، يعني النادي لله الحمد نقول يسير بخطى جيده، ربما الظروف اللي حصلت للنادي الفترة الأخيرة ولا سيما القضية المشهورة مع أشقائنا نادي المجزرة الله يسامحهم. كنت موجود في مجلس الإدارة؟ نعم كنت موجود مجلس الإدارة، وكنت أنا لمتابع القضية مباشرة يعني أو حلقة الوصل ما بين الهيئة العامة للرياضة بالحسا وأيضا اللجنة القانونية وأيضا لجنة الانضباط. نعم. يعني كنت بمعنى صح انا كنت في المعمعه، وسط المعمعه يعني. طيب بما انك ذكرت هالقضيه، انتم كنتم خايفين انه يشملكم قرارات اقوى من القرارات اللي صدرت؟ والله اول حاجه احنا ما لنا اي ذنب كنادي الجيل، ما لنا اي ذنب في الموضوع. الموضوع كله يعني سببه الاخوان نادي المجزل. نادي المجزل ترى انا اول مره اتكلم يعني في الموضوع هذا. افضل شيء انه اول مره نتكلم، خلينا ناخذ منك تصريح. نادي المجزل عمله 3 محاولات للتلاعب، وهذا يمكن كثير ما يدري عنها. 3 محاولات للتلاعب، جميل عطنا. اي نعم. المحاولة الأولى بدأوا في اللاعب عبد الله العبد الله، طبعا هالكلام هذا الكلام كان موجود في اللي هو في المحضر التحقيقات. نعم.
وفشلت المحاولة الأولى. المحاولة الثانية استخدموا أحد المدربين من أحد الأندية بحيث أنه يأثر على الجهاز الفني في النادي، وكانوا يعتقدون أنه ناجح ولكن ما نجحت. المحاولة الثالثة أحد المدربين متواجد لازال الآن المدرب ولا؟ لا احنا مدربين ترى ما له ما احد لا اي علاقه. لا اقصد المدرب اللي كان بيأثر على الاجهزه الفنيه عندكم من اللي كان طالبين من ايه ما تواصل معه. هم كانوا يعتقدون انه بتوصلون له، ما قدروا يوصلون له. حتى لو وصلوا له احنا نثق في الجهاز الفني حقنا. الحاله الثالثه وهم اللي يقدروا عليها يعني اللي احنا نسميها الجانب الضعيف، التفوا على اللعيبة، التفوا على لاعب أغروه بالمال بحيث أنه لاعب ولا لاعبين؟ هو لاعب واحد، ولكن اللاعب هذا اتفق مع لاعب آخر أغروهم بالمال ب80,000 كل واحد 40,000. وحتى في المباراة اللي تشوف المباراة طبعا لاعبين مستحيل يأثرون على 11 مهما كان يعني، وكانت المباراة طبيعية لولا اللي هي ضربة الجزاء اللي سببها اللاعب اللي هو عبد الله الهميان، هي اللي كانت اللي تعتبر مفترق طرق. المباراة طبعا انتهت 3-2 وكنا الأقرب للفوز. صحيح، وأيضا هدف ألغي هدف علينا. صحيح، إلى الآن احنا نسأل ليه الحكم ألغاه. طيب اللاعبين اللي أوقفوا أنتم ما شكيتوا أبدا فيهم؟ والله ما شكينا فيهم، بس ترى يعني خليني أقول لك شغلة يعني. طبعا أيضا كان لهم دور كبير اللاعبين، طبعا كان لهم دور كبير في كشف الحقائق بعد التحقيقات. بعد التحقيقات يعني ندموا اللعيبة، أقنعناهم أنهم يعترفون خلاص يعني الآن كل شيء مثبت عليهم. هم اندموا بعد الهيئة ما عرفت ولا؟ إيه نعم. ولا قبل؟ لا بعد. أه. بعد ما وجوهم الهيئة بالحقائق اندموا. احنا اقنعناهم كإدارة الجيل انهم يعترفون بكل ما يعرفونه، ولذلك هم ساعدوا الهيئة ولجنة الانضباط على كشف جميع الحقائق. ترى لولا اعترافهم ما انكشف اي شيء، لان الاخوان في المجازر كلهم نفوا، ولكن الاعتراف في طرف معترف، ولذلك ظهرت النتائج. ولذلك حتى في العقوبه اللي جات اللعيبه اللي جاتهم ترى سنه واحده ايقاف وغرامه 300,000. طيب انا ودي ارجع لموضوع المدرب اللي تكلمت عنه، انه حاول مثلا يقنع الاجهزه الفنيه عندكم في الجيل، هذا كلامك صح؟ اي نعم. من هو هذا المدرب؟ موجود الان متواجد في الدوري السعودي؟ لا هذا من ضمن الاطراف اللي في القضيه. طبعا هذا المدرب ايش عندنا في نادي الجيل؟ هذا في نادي اخر غير المعالج ولا؟ لا المعالج هذا مدرب مجزل سابقا. نعم. هي فيها ترى فيها يعني ربكه وفيها مشربكه يعني. اللي ما يتبع القضيه خطوه خطوه ما راح يفهمها. انا ادري ان القضيه راحت وصدر فيها قرارات، لكن الان يعني احد الاشخاص المعنيين في نادي الجيل موجود الان معنا، لازم ان ناخذ بعض الحقائق اللي يمكن تكون خافيه عن الشارع الرياضي، وايضا تذمر جمهور المجزل على القرار اللي صدر من الهيئه العامه او من الاتحاد السعودي ولجنه الانضباط. والله بالنسبه للقرار اللي وصل للمجزل انا اشوفه يعني مخفف. انا وجهه نظري انه القرار يعني المفروض درجه ثالثه يهبطون درجه ثالثه. اللي سووه صراحه يعني شوهوا سمعه الكره السعوديه باكملها، وناس تضررت وناس اختربت بيوتهم على قولتهم بسبب ايش يعني انت. اما بالنسبه خلينا نرجع بس للموضوع. اي كانت هي ماشيه في مسارين. قضيه التلاعب كانت ماشيه في مسارين، مسار يقوده اللي هو ابراهيم الموجي، هذا اللي كان يفترض على ما حسب اتفاقه. طبعا هالكلام ابراهيم الموجي هذا ايش هو هذا؟ طبعا هذا اللي هو اخصائي العلاج في نادي الفيحة. نعم. حلو.
طبعا هذا حسب التحقيقات وحسب اعترافاته طبعا هو ان الاخوان في نادي المجزل اقنعوه انه يتواصل مع الجهاز الفني عن نادي الجيل اساس يكون فيه تلاعب بمبلغ تقريبا 70,000. طبعا هو ما يعرف احد في نادي الجيل، راح تواصل مع شخص اخر يعرف احد افراد الجهاز. نعم. وتواصل معه واتفق معه، ولكن الشخص الاخر اللي الان في الوسط هذا، طبعا هذا ذكي انا اعتبره يعني. وهو ما تواصل مع الجهاز الفني حقنا. شو يفكر؟ يقول نادي المجزل نادي قوي بيلعب مباراه مصيريه وبيفوز، اذا فاز كان انا سويت شيء، واذا ما فاز والله الجماعه رفضوا. هذا الجانب. الجانب الثاني اللي فيه الاخوان اللي هو الجزء الاخر اللي دخل فيه اللي تم ايقافهم. اي نعم، اللي تم ايقافهم والحمد لله. طيب يعني اخيرا موضوع عبد الله العبد الله، وش موضوع عبد الله العبد الله؟ عبد الله العبد الله طبعا هم بدوا بعبد الله العبد الله اساس هو لا زال لاعب لديك. اي ما زال لاعب. طلع عبد الله عبد الله ترى يعني رجل بمعنى الكلمه، يعني رجل بمعنى الكلمه، رفض تام. قالوا تعطوني مليون دي ما اخونا. بلغكم بالكلام ده؟ بلغني بهالكلام. ما بلغتوا انتم احد؟ مباراه انتهت، هل نبلغ يعني؟ بس هو طبعا هو تكلم في هو ما بلغكم الا بعد المباراه يعني؟ اي بعد يعني بلغنا اثناء القضيه بلغنا. طبعا حتى هو بلغ اللي هو لجنه التحقيق، سواء اللي اللجنه القانونيه او في لجنه الانضباط. جميل. العموم احنا اليوم كنا سعداء بتواجدك، تكلمنا عن جمعيه الكشاف السعوديه العربيه السعوديه طبعا، وانت تمثلها كقائد دولي لها وعضو مفوضيه الاعلام في جمعيه الكشافه. تكلمنا ايضا عن اخطر قضيه مرت في تاريخ كره القدم السعوديه بالنسبه للمسابقات، وهي قضيه تهبيط المجزل وايقاف بعض اللاعبين. الف شكر، سعداء بتواجدك، الله يعطيك العافيه. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه وشكرا لك. ومشاهدينا لازلنا مستمرين، وضيف اخر، لكن نطلع على الفاصل ونرجع. We'll be right back.
خير، رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ولأن الرغبة والقدرة والفرصة أساس أي نجاح، والإبداع والموهبة أكيد دائما شريكة شبابنا. للحديث عن فن الريبوت وتقييم المهارة هذه معنا فهد الجنبي، حياك الله معنا. صباحك رياضي. صباح الخير أخوي فهد. صباح النور. سعداء بيومك. يعني هذا هو اللبس الخاص بال هو أساسا يعتبر لبس رياضي. هو مو اللبس الخاص للروبوت بس هو كلبس عشان انت تكون رياضي لازم تلبس هذا اللبس قبل الروبوت. طيب المشاهد يسأل وش هو الروبوت؟ الروبوت هي عبارة عن زي ما تقريبا تقول هي آلة متحركة في أساليب معينة بحيث انها تجذب الشخص اللي قدامك، بحيث هو يعتبر فن تعبيري راقص بحيث انك تمثل بإيماء بطريقة معينة تجذبه. يعني مثلا لو كان قدامي طفل مثلا على الستيج، كيف انا راح اجذبه بحركه عشان هو يجيني بدون انا ما اروح اقول له تعال؟ عرفت ايش الفكره منها؟ فبحركتك الايمائيه والانضباط في المشي ومثلا وقوتك في التعامل معاهم يجذب الاطفال. من ناحيه مثلا انا ركبت الستيج الان وطفل قدامي اي قاعدين يشوف، هذا هو الطفل قدامك وانت ما شاء الله عليك قاعد تسوي الحركه. أيوة ما شاء الله يعني عليهم يحبون شخصيتي مره، لما بس اوصل على طول دايركت يقول لي متى راح تعرف. انت جسديا تقلد الرجل الالي صح؟ الرجل الالي اللي هو روبوت. الروبوت. طب كيف بحركته او غير؟ جميل. كيف التقليد هذا كان في البدايه معاه؟ كان في صعوبات فيه وكيف؟ هو صراحه كان صعب بالتقليد لانه ما في شيء سهل. انا ليش حبيت شخصيه الروبوت؟ انه عنده قوه ومو اي شخص يقلد الروبوت. فكنت أشاهد عن طريق اليوتيوب أو المقاطع الفيديو أو الأفلام الأمريكية اللي هي تجي الفن التعبيري وشخصيات الروبوت أو الأكشن، فكنت أتابعها بدقة يعني كيف طريقة الحركة فيها وكيف في نفس الوقت يوقف وفجأة راح يتحرك، يعني حركة سلو موشن وفي نفس الوقت تغير صار أسرع. عرفت كيف؟ فهو المقصود بهذه الأشياء. فهو في طريقات إن زي ما تقول أنا الحين مشيت كروبوت فجأة وقفت، هنا اللي قدامي المشاهد يحط في باله ليش أنا وقفت؟ عرفت إيش قصدي؟ يعني يتحير إيش بسوي الحركة الثانية؟ إيش بسوي بعدها؟ عرفت كيف؟ هنا هي يجذب انتباهها يعني يجذب الانتباه. طيب هذه الحركات هل هي مسبقة التحضير ولا تجي في اللحظة والتو يعني؟ هي شوفي المحترف راح يجي له على طول دايركت أشياء جديدة يعني حركات مختلفة، بس المبتدئ لا، لازم زي ما تقولي كأنه يحفظ شيء ويراجعه. عرفت كيف؟ هذا هو بس الفرق بينهم. بمعنى انا مثلا محترف خلاص اسوي اخترع الحركه بسرعه، يعني كيف انا راح اخذ الشاي مثلا او الشيء اللي قدامي، غير لما انا اكون مو ممارس على هذا الشغل فتكون حركه بطيئه. ايش بسوي؟ ارتبك. عرفت كيف؟ خلاص اوقف. فرق لما انا اكون محترف على طول دايركت اروح للاماكن اللي انا، مثل المندوب مثلا اللي يبيع عطورات وكذا. عرفت كيف؟ لما انت تقدم البروشور انت روح للزبون، مو تخلي الزبون هو اللي يجي لك. هم كذلك في المحلات اللي يشتغلون فيها، مثلا انا عندي عطر معين وابي الزبون يدخل، اروح اعطر كذا واعطيه يده، هو راح يطلع اصلا في الكارت. وجد هذا حصل لي قبل، كنت اشتغل في محل عطورات، كنت اعطيهم الكارت كانوا يطلعون في الكارت ويمشون. هو مو معنى استحقار او انه مثلا ما يبغى ياخذ العطر، هو كل انسان وله ميزته في العطور ورايه في نفس هذا الموضوع. فكنت ليش انا ما اقول، ليش انا ما اروح واتكلم انه عندنا عطورات عندنا اشياء كذا عشان هو يدخل كذا؟ انا استحببت فيه الثقه فيني، وهم كذلك اعطيته كلمتين حلوه ودخل. جميل. طيب احسن من انا ما اعطي شيء غير معروف بدون ما اقول مثلا هذا العطر مميز، هذا كذا كذا مصنوع من كذا. عرفت ايش قصدي؟ ابرز واهم مقومات الفن هذا ايش هو؟ من ناحيه ايش بالضبط؟ يعني من ناحيه جذب المشاهد، يعني استخراج حركات جديده على المشاهد، جذب المشاهدين ايضا لهذا الفن. هي الطريقه عشان انت تجذب الجماهير فيها هي انك توقف على الستيج وتمثلهم بحركات ايمائيه سواء كانت مستحوذه من قصه او مسرحيه، بحيث انه هو يستفيد وانا منه هم كذلك يخليه يتابعني. بحيث اني انا مثلا لو ركبت على الستيج مثلا وسويت حركه عاديه ما راح انت تنجذب، فرق لما انا اسوي قصه مستوحده من قصه الموسيقى نفسها، مثلا سواء كنت مثلت على شكل. بمعنى انت كلامك على متم، بمعنى انه هل هناك شخصيات معينه مفروض انها تكون تتجه لهذا الفن
ولا أي شخص ممكن يتجه لهذا البيت؟ لا أي شخص يقدر إذا هو حاب شخصية الروبوت، حتى لو ما كان يملك مثلا مقومات التمثيل، مقومات الكوميديا، مقومات حتى لو ما كان عادي مو مشكلة، هي نفس الشيء. لما أنت انتماء يكون لموهبة الروبوت راح أنت بنفسك تتعلم. أنت مثلا عشان أنت تكون محترف لموهبة معينة أنت لازم تقول كلمة أقدر من داخلك. لما جميل. أنت لما راح تقول كلمة أقدر ما راح تقدر تسوي هذا الشيء. طيب البنية الجسمية لها دور؟ اي نعم اكيد، لما انت تمارس الرياضه مثلا راح يكون عندك لياقه اكثر من تكون كاعتيادي وعادي. جميل. راح نكمل معاك لكن خلونا نتوقف مشاهدينا الكرام مع فقره الصحه والغذاء، والتي قام باعدادها الزميل فهد المالكي مع الدكتور محمد القحطاني. خلونا نشوف موضوع هذه الفقره وراجعين نكمل مع ضيفنا الكريم. رحب فيك دكتور محمد القحطاني استشاري جراحة التجميل، ورحب فيك عبر القنوات الرياضية السعودية. خليني أبدأ معك بالسؤال الأول. يمكن انتشر الفترة الأخيرة عمليات التكميم وعمليات شد البطن، لو تكلمنا وتعطينا نبذة عن هالعمليات اللي أقدم عليها الشباب والشابات أيضا في الفترة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم، تحية طيبة للجميع. بالنسبة لعمليات التكميم في الآونة الأخيرة زي ما تفضلت انتشرت، أغلب المرضى اللي يجون العيادات ما بعد عمليات التكميم يشتكون من ترهلات في الجسم، مثلا الصدر، البطن، الفخذين، اليدين. المشكلة الوحيدة اللي يواجهونها أنها عمليات على مراحل متعددة، مثلا نبدأ في اليدين، مثلا الصدر، البطن، على حسب شكوى المرضى. فالوضع منتشر خاصة مثلا الرجال، النساء، في جميع الجنسين. بالنسبة للأشخاص ممكن نأخذ من نوعين. الشخص الأول اللي عنده قابلية أنه يقدم على الحمية والرياضة ويستمر عليها ويعرف أنه راح تأخذ وقت طويل ما بين الوزن ينزل. وفي أشخاص ممكن لو سوى الحمية والرياضة ممكن ما ينزل وزنه، على وعلى ذلك ممكن آلام في الركب، في الظهر. فأنا أنصح الأشخاص اللي عندهم آلام ولا عنده قابلية أنه يستمر فترة طويلة على الرياضة أنه يتجه لعمليات التكميم. وأثبتت نتائج عمليات التكميم في خلال مثلا 6 أشهر أنه ينزل وزنه بشكل ملاحظ. دائما اللي يسوي عملية التكميم تتغير حياته جذريا، يشوف حياته لما كان ما قبل التكميم والسمنة اللي كان يعانيها، وفي حياته العامة من صباحها إلى مساء. وبعد عملية التكميم راح أولا يرتاح في كل شيء، في قومته، في قعدته، في دوامه، في حياته العملية، في الرياضة اللي يمارسها. شيء ثاني نفسيا، لما تشوفه هو الملابس اللي كان يلبسها قبل وملابس اللي كان يلبسها الحين في فرق كبير. اللي يعاني منه نفسيا هو شكله، الشكل العام. لما يلبس ملابس عادي، بس بدون ملابس أو بيروح المسبح مثلا الشباب يلقى إحراج كبير من ترهلات الجلد، مثلا اللي في صدره، اللي في بطنه. البنات كثير يلقون إحراجات كثير في شكلهم، جزء كبير منهم يتجه للجراح التجميل أنه يحل المشكلة هذه. والأول كانوا النساء أكثر، بس أنا لاحظ الآونة الأخيرة أنه الجنسين سواء ذكور أو إناث كلهم يسوون سواء عمليات التكميم أو ما بعد عمليات التكميم. أنا أشوف أنه نفس النسبة تقريبا. وهو الحل الوحيد للشخص أنه يطلع رشيق مثلا؟ مو رشيق، هو رشيق ما بعد العملية، بس المشكلة في الشكل، أنه تناسق القوام، أنه يتخلص من الترهلات، يشد جسمه، ما في صفطات جلد، يرتاح كثير. السلبية الوحيدة اللي لاحظتها خاصة من ناحية كجراحين تجميل، ممكن السلبيات ما بعد التكميم وعلى فترة ممكن جراحي السمنة هم يفتون فيها، بس بالنسبة لجراحين التجميل هو يهمنا أشياء كثيرة. من السلبيات أنه ما يمشون على حمية معينة بعد التكميم، خلاص سوى التكميم وأرتاح بيرجع النظام السيء قبل. المفروض أنه يمشي على حمية معينة ما بعد التكميم، خاصة أنه امتصاص الجسم تغير قبل وبعد عملية التكميم. فالمفروض يأخذ مكملات غذائية، يأخذ فيتامينات، يتابع مع أخصائيين التغذية. هذا شيء مهم جدا، وساعدنا برضه في التئام الجروح ما بعد العملية. هذا شيء مهم. لو جسمه هو ماشي في الرياضة مبسوط وما فيه يعني تكتلات دهنية، بعض الأحيان في شيء يسمونه دهون مستعصية خاصة في أسفل البطن، في الخصر، ممكن أنه مو مبسوط منها أو مو مرتاح، في ممكن يتجه للشفط. هذا أنا أشوفها حل مناسب للأشخاص. إذا هو مرتاح ومبسوط على جسمه ما يحتاج كمل رياضته ويستمر فيها. نصيحة كذا ودك توجهها للشخص المكمل مثلا أو اللي متجه إلى التكميم؟ النصيحة اللي ما قبل مثلا التكميم أنه أولا يتجه الجراح مختص في جراحة السمنة، هذا مهم جدا.
بعدها ممكن انه يجلس مع ناس سوى عمليه التكميم، يعرف منهم ما قبل وما بعد، هذا شيء مهم له نفسيا، هذا ما قبل التكميم. بعد التكميم اول ينتبه اول شيء للحميه، يستمر على الحميه الغذائيه اللي هو مستمر عليها ما بعد التكميم، ما يتركها. الشيء الثاني انه لو هو مثلا بيتجه العمليات التجميليه، اولا المكملات الغذائيه يستمر عليها والفيتامينات ما يقطعها. لو مثلا عنده عادات سيئه كتدخين او شيء، الاقلاع كاملا ما قبل العمليات عن التكميم والاشياء هذه. الشيء الثالث لازم يعرف انها مراحل، عمليات التكميم ما هي مرحله واحده، فيطول باله في عمليات التكميم انه في الشد وما بعد الشد. البدائل اللي قاعدين نشوفها في الاعلانات التجاريه، شاهي ما نعرف ايش اللي ينشف، وحبوب هذه تشفط الدهون وهذه شيء يشد، ما انصح فيها ابدا. اللي يروح بسرعه يرجع بسرعه، انا ما اشوفها صحيه ابدا. واللي ما تعتبر يعني بدائل واضحه، لا لا زي قاعدين نشوف الاعلانات، لا لا ابدا كبير ابدا هو. كثير منهم استخدموها وما اثبتت فعاليتها صراحه أبداً. شكرا للزميل فهد المالكي، وفعلا تقرير مفصل ووافي. وكثير من الناس يتجهون لعمليات التكميم والبايباس والجاستريك سليب، هذه كل العمليات اللي تساعد ان الواحد ينحف، لكن المشكله زي ما قال الدكتور ان الواحد قاعد بينحف وقاعد بيرجع لنظام غذائه السيء اللي بالاول. يعني المفروض انك سويت خلاص، قصيت معده، حورت امعاء، خلاص غير اسلوب حياتك، خلي اللايف ستايل تكون نوعا ما صحيه. هل ليش شوية. ليش سندس العالم تتجه لهذه العمليات؟ ما في اراده. ليش ما فيه رياضه؟ ليش ما فيه مثلا أسلوب حياة، ممارسة المشي، ممارسة الرياضة، يميل الكسل. لكن كل واحد زاد له 6 كيلو ولا 7 كيلو واتجه لهذه العملية. لا المشكلة يروح للدكتور يقول يعني أنا يعني أبغى أنزل، يقول له أنت وزنك ما وصل للحد، أنت لازم تزيد كمان عشان نقدر نسوي لك عملية. فهو أسهل عنده يزيد من أنه ينقص. أنت مع ولا ضد؟ أنا والله شوف، أنا الأكل طعم يعني الواحد أحيانا ما يقدر يمنع نفسه عن يأكل يعني، بس إذا الواحد يعني وصل لمرحلة إنه هو حاول 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 يسوي دايت كثير، ترى دحين صار يقولوا إنهم هذه العمليات تنضم للتأمين، يعني حتصير زيها زي علاجات الباطنية والأمور هذه كلها. إيش رأيك؟ والله أنا ضد بصراحة، إلا اللي عنده مثلا سمنة مفرطة ممكن، لكن اللي عنده 10 كيلو زيادة ولا 15 كيلو ممكن يشيلها عن طريق الرياضة. على العموم خلونا نرجع، يمكن الروبوت بعد يساعد في انقاص الوزن. يساعد فهد؟ اكيد يساعد. كيف يساعد يعني؟ من الحركات ومن من الحركات. نعم جميل. جميل. طب لو اسالك عن الريبوت نفسه، هل تعتقد انه حتصير في كلاسات او معاهد او نقول كلاسات رياضيه للتوثيق او نقول لدعم هذه الموهبه ولا لا؟ هو صراحه حاليا مو موجود هذا الشيء، بس انت تقدري بنفس هذه الرياضه انك نفس الشيء تسوي الموهبه حقتك. يعني مثلا هي الرياضه لما تتحركين بالتمارين اللي هي زي ما تقولين السويديه والاشياء والركض والاشياء الثانيه، عرفتي كيف؟ فهنا يعطيك مرونه اكثر، في نفس الوقت بعد ما تخلصين الرياضه حقتك هي اقل شيء تقريبا ساعه، يعني يفضل في اليوم، عرفتي كيف؟ المرونه والنفس اهم، يعني نقول الامكانيات اللي المفروض تكون موجوده في الشخص. اي طبعا. انت كيف نفسك يعني لما ما شاء الله تسوي العروض هذه كلها وانت اوريدي مغطى، ويعني احس يعني اللي يشوف منظرك ينكتم يعني، فما بالك انت؟ ايه بجد. كيف تدرب نفسك؟ هي بجد كانوا دائما يقولون لي انت شلون تتنفس انت، هو اساسا في فتحه فتحة صغيرة بس لو غيري ما راح يقدر يتحمل، راح يشيل القناع، بس أنا من تمارين رياضية قدرت أسيطر على النفس حقي، لأن بنفس الشيء أن أنت لما تسوي رياضة تقدر تتحكمين دائما بجسمك، عرفتي كيف؟ فالرياضة شيء مهم عشان أنت تبدي كربوت. أنت كيف تعلقت بهذه الرياضة؟ ومنين أتت هذه الرياضة؟ هذه الرياضة من كنت أنا صغير، كنت أتابع الأفلام، فكنت احب الاكشن والروبوت، لان الروبوت كان في اكشن، في حركات قتاليه او شيء ثاني، يعني انه كان في فائده في الروبوت، ان انت لو صنعت كروبوت يفيدك في البيت، انه راح يجيب لك الاشياء انت اللي تبيها، فهنا انا حبيتها اكثر من ان يكون قتال وانت عارف ايش قصدي. طيب طيب، في اقبال من الجماهير على هذه يعني على مشاهده هذه الرياضه؟ صراحه الاكثر الاطفال. اكثر شيء الاطفال يعني اللي ملاحظه حاليا. يعني في انجذاب للكبار بس، لكن اكثر شيء الاطفال يشوفوني ما شاء الله من بعيد على طول دايركت يجوني، يعني انت معروف غير بدون ما اقول انا جيت.
طيب المشاركات اللي تشاركها دائما وين تشارك؟ هنا في الشرقية أو خارج؟ أو صراحة في كل مكان رحت في المنطقة الشرقية، سواء كانت مولات معروفة أو مثلا في أماكن خاصة. جميل. في المنطقة الشرقية بس. في المنطقة الشرقية ما لك مشاركات خارج المنطقة؟ خارج صراحة ما صارت. أنا يعني الفكرة هي التالي أني أكون برا يعني. طب توقعك المستقبل الريبوت، خاصة أنه نقدر نقول أنه ممكن الإنسان الذكي يستغلك في موضوع الماركتينج التسويق، يعني أنت لو توقف في مكان ويكون معك بروشورات بالطريقة هذه ممكن تجذب الناس لك، هل تعتقد أنه في مستقبل للريبوت؟ هي اكيد في مستقبل، لان انا حاليا اقدم عروض وهم كذلك اسوي دعايات واعلان وحتى تصاميم الي انا خاصه لهذه الاشياء للبزنس وكذا، عرفت كيف؟ يعني مثلا طلبوني في اعلان معين او مثلا في موقع معين اجي فيه واوزع بروشورات زي ما انت قلتي وتفضلتي، وهم كذلك اسوي شو بسيط بحيث ان اجذب المشاهدين حولي، يعني بحركاتي مائية وانا اعطي وهو في نفس الوقت يسلم علي، يعني شلون؟ طيب. يعني بحركتي مائية روبوت وهو سلم علي بهذه الطريقة، يسوي لي كذا ياخذ البروشر كذا، طريقة حلوة تجذبه اكثر. بعض الاحيان اللي يوزعون البروشرات في اماكن متخصصة لهذه الشغلات، يعني عنده ركن معين وحاب الناس تستفيد منه، تحس انه كئيب انه يعطي البروشر او انه مثلا ما في ابتسامة، يبغى بس يخلص ويروح البيت، عرفت ايش قصدي؟ اي طيب انت الحين يعني ما تنحرج في بعض الاحيان انه الناس ينظروا لك مثلا يقولوا ايش عنده ذا؟ وايش قاعد يسوي ذا؟ هو صراحه صادف كثير، وبعضهم كانوا منهم انتقادات او كلمات تحطمني من داخل، يعني يمر علي وهو ما يعرف شنو انا شخصيتي، يقول لي انت مهرج، انت ما ادري ايش، يقط كلمات جارحه لي بحيث انه ما يدري انا من داخل ايش اسوي. ما ودك تشرح له انت هذا؟ توقفه وتشرح له تقول لا تعال اخوي ابغى اشرح لك؟ صراحه ودي، بس لما انا اكون لابس القناع ما افضل اني اتكلم، احب انه هو يعرف من نفسه انا ايش وليش جاي هنا. عرفت كيف ثقافه الروبوت في المجتمع؟ صراحه في ناس يعني يعرفون انه هذا فعلا الحركات اللي تسويها حركات فن ومهاره. اي اكيد، اساسا من تصرفات والمشي هي تبين انها روبوت. أيه. والقناع هو كذلك. بس كيف ثقافه تقبلها؟ صراحه كثير ثقافه تقبلها، يعني بشكل ما تتصور، اكثر شخصيه، اكثر من شخصيه المهرج وغيره، عرفت ايش قصدي؟ لان اساسا هذه انا اخترتها لانها مو موجوده عند غيري، يعني يمكن تلقى بس اثنين ثلاثه مو مارسينها صح، عرفت ايش قصدي؟ فلما تتقمص شخصيه غير موجوده وغير متوفره هنا تصير السلعه مطلوبه بزياده، عرفت ايش قصدي؟ يعني تكون موهبه نادره. طب لو نسالك عن دور موهبة نادرة. جمعيه الثقافه والفنون في دعم الريبوت، هل دعمتك او صراحه انا قدمت مره عندهم هناك، كان الفنان حسين آل اسماعيل تقريبا في معرض اطار، ما ادري حضرته او لا، وقدمت عرضه كان في اقبالي كثير وفنانين متواجدين هناك بفن ايمائي، في نفس الوقت انا اعبر عن معرض اطار هو نفسه هذا، وكان حتى بعد ما انتهيت من العرض قالوا لي هل في عرض ثاني؟ لان في بعضهم جو بس شافوا لقطات بالفيديو في السناب شات، قالوا ما شاء الله عليه نبغى يعيد الكره مره ثانيه، وتقريبا سوينا بعد في عرض ثاني في الخبر، كان في تقريبا معرض اسمه الصحراء او شيء زي كذا، تراث الصحراء. تراث الصحراء نعم. طيب يعطيك العافيه، طبعا برجع لك، لكن احنا عندنا فقره السوشيال ميديا مع الزميل عبد العزيز بوهميل اللي راح نشوف اليوم وش حضرنا فيها، دائما متميز عبد العزيز، خلونا نشوف هذه الفقرة وراجعين معكم لاستكمال الحديث مع فهد الجبل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بفقرة السوشيال ميديا من برنامج صباح الرياضية. الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم يدعو الجماهير لدعم المنتخب السعودي لفئة الشباب في مباراته أمام كوريا الجنوبية في البطولة الأسيوية للشباب تحت 19 عاما المقامة حاليا في البحرين. المركز الإعلامي لنادي الاتحاد يعلن عبر الحساب الرسمي عن أن التيفو الذي سوف ينفذ في مباراتهم القادمة أمام الشباب يحمل لمسة وفاء للرئيس الراحل أحمد مسعود رحمه الله، وذلك في رغبة مشتركة من مجلس إدارة النادي وأعضاء الشرف والجماهير. هدف فهد المولد مع المنتخب السعودي ضد الإمارات الشقيق يتصدر أحد القنوات الرياضية الأمريكية. Hassan Whiteside could have another monster year this year. Down. Jock Peterson's got the sun to deal with, and he makes the play. Great play. Russell Westbrook. Hello. Ho-ho. Around the world and in. 46th minute. Oh, look at England's Joe Hart.
our number one play on SportsCenter's top 10, Saudi Arabia taking on United Arab Emirates and Fahad Al Mualad. They know who we mean. بعد المستوى المتميز لنادي الاتحاد أمام التعاون، الجمهور الاتحادي يطلق حملة 60,000 مشجع اتحادي أمام الشباب. المغردون يتفاعلون مع هاشتاغ أفضل جناح أيمن في التاريخ بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو. هو في ملعب الاتحاد، كرة في وسط الملعب، ممتاز افتكاك الثاني، كروس لروبن، روبن واحد على واحد، روبن يحاول، روبن يمر، يلعب كرة. بعد تعاقد إدارة نادي الهلال مع المدرب رامون دياز، الجمهور يطلق هاشتاغ رامون دياز مدرب الهلال، حيث غرد الكثير عن أن هذا المدرب سيكون إضافة للدوري السعودي وليس فقط لنادي الهلال. تفاعل العديد من المغردين مع هاشتاغ برامج التعصب الرياضي، حيث انتقد البعض البرامج الرياضية التي تؤجج التعصب. على سبيل المثال لا الحصر، الإعلامي خالد العمار الذي غرد: للأسف نبحث عن برامج تبعدنا عن التعصب الرياضي بعد عودة أخضرنا، ولا زالت بعض البرامج تبحث عن التعصب الرياضي من خلال ضيوفها لنرتقي. أما الإعلامي عبد الله العجلان الذي غرد: بعض البرامج الرياضية إما مراقبتها وإيقافها من هيئة الثقافة، وإما دعمها وتحويلها إلى هيئة الترفيه. أما الآن نشاهد الفيديو الذي اخترناه لكم في هذا الأسبوع. شكرا على المتابعة، والآن عودة للزملاء بالاستديو. شكرا للزميل عبد العزيز بوهميل وريبوت، أصر إنه يقدم لنا عرض بسيط، تفضل معك العرض. رجل آلي ذا اي كان بس ناقص موسيقى ويمشي عليها. الله حيقعد بطل. جميل فهد، جميل جميل، يعطيك العافية من جد، حركاته مميزة. فهد يعني تفضل. كنت حسأله بس ما شاء الله دحين فجأة طلع وقال بيسوي لنا هذه الحركات. الفكرة من هذه الحركات كلها قاعد توصل ايش لنا؟ اوصل فيها، شوفي دائما انت لما تطلعي مسرح او شغلة امثل هذه الحركات باشياء معينة، انه مثلا الروبوت راح يقلد انه هو يمشي شوية، يمكن قاعد يفكر يجلس، شلون جالس يفكر يجلس؟ خلاص تسوي حركة الجلسة. عرفتي كيف؟ فكل حركة او مثلا مو انت تسويه لازم تمثلي عليه شيء، مثلا تشربين ماي فتاخذي الماي كذا وتشربين. هنا راح يبين انه ماي اساسا. وقاعد تكتب الجوال انت. فهذه كانت حركة موش الجوال، يمكن الكمبيوتر نفسه. عرفت حركة الكيبورد؟ ان البرمجة، عرفت ايش قصدي؟ لانه اساسا روبوت برمجة. صحيح. فهو انت لما تعطيه برمجة معينة راح يمشي على الشيء اللي انت تبيه. طيب لو احنا برمجناك بشيء مثلا بحدث او حاجه ممكن تصير اعلامي. طيب بالتوفيق، احنا صراحه سعداء اليوم بتواجدك، ايش ودك تقول في الاخير؟ ودي اقول بالاخير صراحه اشكر كل جماهيري واللي وصلوني لهذا المستوى، والفرق اللي انا شاركت معاها فرقه في اي بي ترفيه اللي هي اول فرقه انتميت فيها، وبعدها فرقه بنات سكر نبات. هذول الفرق صراحه عزيزه علي، وباقي الفرق ايضا، واللي حاب يشاهدني يتابعني على الانستغرام او السوشيال ميديا بشكل عام ويكتب بس تيتو عبد الله، واللي حاب الشغلات هذه يشافني في اي سوشيال ميديا سواء سناب شات او الانستغرام
يتابعني وتواصل معي، لأن حاليا أنا قاعد أسوي رياضة للأطفال، فهي الفكرة الجديدة رياضة للأطفال، حاليا قاعد أسوي الإعلان. طبعا راح يكون في روضة معينة، في يكون رياضة وأشياء زي كده، بحيث إن نستخدمها على شكل زي اللي هو السفاري، أنتوا عارفين صح؟ صحيح. والتحدي بين أهم شيء تكون هذه الرسائل تثقيفية وتوعوية للأطفال. اي اكيد شيء طبيعي، بحيث ان انمي موهبتهم ونفس الوقت اجذبهم للرياضه بعيدا عن يعطيك العافيه. شكرا لك. حياك الله. جد شكرا، يعطيك العافيه، وسعيدين اليوم ان تواجدنا بطريقه مميزه ما بين الكشافه وما بين الريبوت. فعلا يا بندر يعطيك العافيه. وكذا مشاهدينا انتهت حلقتنا لليوم، فمعنا الله.